السجن. اليوم شفت منشور لواحد في فيسبوك. خلينا ممكن أول شيء خلينا نشوف المنشور هذا، خلينا نشوف المنشور هذا ونرجع نعلق عليه شوية. هذا واحد اسمه بسام عبد الوهاب، يقول: من معك محبوس بسبب رفع العلم اليمني؟ أنا ابن أختي عمره 18 سنة زائد 2 موظفين. اللي معه، أي حد منكم معه صفحة على فيسبوك ممكن يدخل صفحة الأخ هذا بسام عبد الوهاب ويقرأ التعليقات. مفزع ومخيف ما يمكن أن تقرأه خلال هذه التعليقات في هذا الحساب وفي هذا البوست على وجه التحديد، مخيف. طبعا في واحد أرسل لي يقول: عندنا في وصاب اعتقلوا 30 شخص، 30 شخص اعتقلوهم. وصاب اللي هي آخر الدنيا، اللي ما فيها ولا شيء ولا يوصلها شيء من خدمات هذه الدولة، راحوا لهم حبسوهم لأنهم بيحتفلوا بالعلم، بيرفعوا العلم. ودخلوا ناس برروا، أنا كتبت في فيسبوك، كتبت أنه خرجوا الناس، عيب تتعذروا، أنتم عارفين. طبعا إيش كذبوا في البداية؟ قالوا: وهذولا ممولين من جهة خارجية، هم عارفين والله لا جهة خارجية ولا جهة داخلية ولا أنفسهم حتى يمولوا أنفسهم ولا في حد. ناس يحبوا سبتمبر، يحبوا الثورة، ناس سبتمبريين جمهوريين يريدون أن يحتفلوا بأعظم منجز بالنسبة لهم. قال لك: هذولا ممولين من 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 جهة خارجية. رجعوا عذر ثاني، قالوا لك: هذولا كانوا يخططوا لانقلاب ولمدري ايش بالعلم. ايش تقول لكم شيء؟ ده انتم مصدقين انه عاد في حد جالس يخطط لكم انتم الانقلاب، ولا بينقلب، ولا بطافة ينقلب عليكم، ولا من الشباب هذولا الموجودين؟ انا عارف وانت عارف وكل الناس عارفين بأن الكلام هذا اهبل وكلام فاضي، ولا في الانقلاب ولا في تمويل خارجي ولا في ولا هم حزنوا. كتبت اليوم منشور على فيسبوك: خرجوا الناس، عيب، خلاص كملوا الناس، يلا وفرحتهم، خرجوا لهم بالصمل، صمل عاملين عليها العلم اليمني، واللي يعمل الزامل واللي يعمل النشيد، على من تستقوي، على من تستقوي. وبكره لما تحصل لك اي مصيبه ترجع تقول الناس: اوه لماذا تشمتون بنا؟ لانك ما خليت لك صاحب، لانك جالس ترعب الناس، تشمت بالناس، تخوف الناس، وتجي تقول لماذا يشمتون بنا؟ بيشمتوا بك الناس، قاهرهم، ظالمهم، متحدي لهم، وتجي تقول لماذا يشمتون بنا؟ يا اخي عيب. اقرأوا البوست. طبعا من ضمن الاشياء اللي دخلوا يعلقوا عندنا اليوم انه كان في معانا حفل وليش ترفع، ونحن معانا حفل في راية يجب ترفع. صنعاء اليوم ترفع كل راية، كل راية، بتحبسوا لي راية لبنان، راية فلسطين، راية مدري من، راية كل الرايات هذه ترفع. لقدكم بتتعذروا انه الراية ترفع من قبل الجهات الرسمية. امسكوا الناس اللي مخرجينها في الصوادم في سياراتهم رافعين هذه الرايات، بطلوا. الموضوع ما لهش دخل بالسياسة بالمناسبة، والله لا سياسة ولا عاد ندوركم ولا ندوركم. هذا الشيء يمس الناس أنفسهم. دخلوا المنشور حق صاحبنا هذا، شوفوا مراهقين وشباب صغار وشباب جامعات وشباب، ذنبهم انهم كانوا يحتفلوا ولا يبيعوا علم. ناس على فكره جاوعين، جوعتوهم، خرجوا حصلوا مناسبه زي اي مناسبه، شلوا علم خارجين يشتوا يبيعوا وترزقوا الله، شليتوهم وهم اعلامهم لداخل. يا اخي اقل شيء يكون عندكم شوية خوف من الله، من الضمير، من الإنسان. إيش نقول يعني؟ إيش بتقولوا للناس إنه هذول حبسوا؟ يعني أيا كان العذر، أيا كان المبرر الكاذب، بالنهاية سيسجل التاريخ أنه الناس في دولتهم دخلوا السجون لأنهم رفعوا علمهم الوطني وحاولوا الاحتفال بدولتهم أو الولاء لدولتهم. تخيل الجريمة. عيب، عيب الذي حاصل، عيب ومعيب. وبطلوا وخرجوا الناس، قد كملوا الناس، قد مشيتهم اللي تشتنتوا وخرجتم واحتفلتم على قولتكم بطريقة ما نجداري كيفي. طبعا يومها
قالوا شوفوا احنا احتفلنا وعملنا يوم الخميس اجازه ومدري ايش، الخميس هي اجازه اصلا انتم عاملينها اجازه، لو صدق انه معاكم اجازه كنتم بتحولوها السبت، احنا عارفين دائما لما يصادف يوم الاجازه اجازه رسميه تعوضوها بيوم اخر، كنتم بتعوضوها السبت، مش موجود هذا، اوكي. ما عاد احناش انتم قدكم اعداء سبتمبر واضح، ما عاد ما ندورش منكم، لا تحتفلوا بسبتمبر ولا تخلوها اجازه رسميه، هي قد سقطت من قاموسكم، خرجوا الناس، خرجوا هذول المساكين اللي ما لهم ذنب، على من تكذبوا؟ خرجوا الناس اللي جالسين يشتغلوا والجائعين والناس اللي معاهم اللي شليتوهم علشان كانوا جالسين يبيعوا الاعلام، خرجوا الناس.